يومكم سعيد، كله خير وصحة وبركة، ودايما كل الأمنيات الحلوة رغم الشجن ورغم أي شيء. دايما عندنا كل التفاؤل وكل الامتنان لنعم كتير جدا في حياتنا. الحقيقة السوشيال ميديا بتأكد لنا ان احنا كل شوية بنبقى مضحوك علينا وبنحب يضحك علينا وبنصدق اللي بينصب علينا، وكأن هما بيجودوا وبيبدعوا النصابين، سواء بقى كان بنسميهم مستريحين يضحكوا علينا في الفلوس، او دكاترة بير سلم بيخصصونا فيدونا اي ادوية. المهم ان احنا طول الوقت بنحب نعيش الدور ده ونجود فيه ونبدع فيه ونصدق ونتكلم وننسج الحكايات والروايات و على شيء ملوش اساس او حد نصب علينا نصبايا واحنا صدقناها وتعاملنا معاها على انها حقيقة، ثم اكتشفنا انها خدعة كبيرة ونصبايا كبيرة. اخرها قصة قضية السحر، او اللي تسمت قضية السحر، اللي كان بطلها اللاعب الاهلي مؤمن زكريا. طبعا اكيد كلنا تابعنا على مدار اليومين اللي فاتوا الموضوع اللي اثير على صفحات السوشيال ميديا والصور والفيديوهات اللي كلها واحنا مصدقين ده، احنا بنبعت وبنجود وبنتكلم. ده انا ناس كتير جدا بعتولي الفيديو ده على اساس انتوا ليه ما اتكلمتوش فيه. طبعا انا بالنسبة لي كل الحاجات، اي حاجة خارجة عن العقل والمنطق ما ينفعش اصلا ان انت تديلها اي اعتبار ولا اي اهمية. ليه احنا بنتكلم عنه النهاردة؟ عشان الداخلية اكتشفت القصة الكبيرة. القصة كانت بتقول ان في مرض وانتكاسة وموت وفيديو وتورا بيشغال في مقابر البساتين، وبيقول ان هو لقى عمل سحري مدفون في مقبرة بتاعت كابتن مجدي عبد الغني لاعب الكرة السابق طبعا. وكالعادة الناس اطلقت بقى الاحكام والاتهامات وبدأت تحلل الواقع، كل واحد بقى يدلو بدلو، وبننسى كل حاجة وبنغرق في التفاصيل الغير منطقية. فالحقيقة بنحيي جدا وزارة الداخلية انها اتحركت واكدت ان مفيش سحر ومفيش اي حاجة. الناس طبعا طول الوقت يقولك السحر موجود في القرآن، فهم صدقوا تمام ان ده حدث بالفعل وكل اليقين به. لكن وزارة الداخلية اعلنت انها اكتشفت الخدعة الكبيرة. ايه بقى الخدعة الكبيرة؟ طبعا اي حد عنده عقل من الاول لحظة لازم يحس ان في حاجة غلط في الواقعة دي، حاجة تخليك تحس انها متفبركة. ايه القصة دي؟ وبعدين ايه الاتاري مجموعة من الناس اللي بيشتغلوا في الطرب؟ هم عايزين يعملوا مشاهدات عاليه، عايزين يكسبوا فلوس، فعايزين يفكروا في اي حاجه ويربطوها بشخصيه مثلا زي مؤمن زكريا وزي مجد عبد الغني، فيبقى القصه فيها اطراف وفيها سبايس بقى وحاجات وكل الناس هتتكلم فيها. فمفيش اصلا اي منطق يقول ان في خصومه بين كابتن مؤمن زكريا وكابتن مجد عبد الغني. وزاره الداخليه بقى اصدرت امبارح بيان قاطع حاسم كشف فيه الحقيقة اللي احنا صدقناها او الخدعة اللي احنا تعاملنا معها على انها حقيقة، والمتهمين اعترفوا وقالوا ان البيان وزارة الداخلية اللي بنوجه لهم كل التحية انه تم تحديد هوية الشخص اللي نشر الفيديو ده، واكتشف ان هو عامل مدافن في منطقة البساتين، واعترف ان هو اتفق مع ابنه وثلاثة تانيين بينهم سيدة عملوا قصة سورة مؤمن زكريا وكتبوا عليها طلاسم وعملوا عليها دمية وعروسة، يعني من التفاصيل اللي بتخلينا نصدق ودبابيس، وقالوا ان ده جزء من سحر والهدف منه كان إزاء اللاعب. ونشر طبعا الأساتذة النصابين دول اللي هم دلوقتي في موقع المتهمين الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يجذبوا الانتباه ويحققوا مكاسب مالية عالية من المشاهدات العالية.
القصة يا جماعة ما نصدقش أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا، ما نديش فرصة إن احنا نكون بننخدع وبنحب بننخدع وبنحب نصدق أي حاجة سيئة. خلاص احنا بنجزم وبنحسم إن هذا حدث بالفعل وإن ده حصل طول الوقت. الواقعة بتاعت السحر كابتن مؤمن زكريا التي ليس لها أساس من الصحة، سوى أنها نصب زي أي نصاب بيعمل نصبايته واحنا بنصدقه. بلاش تصدقوا السوشيال ميديا، وبلاش تدوس تشير اي حاجه انت مش متاكد من صحتها. خلينا يبقى عندنا حكمه ودقه وتروي، بلاش الانفعالات طول الوقت، وبلاش تصديق السيء طول الوقت يا رب، لان السوشيال ميديا اكدت ان احنا عندنا مشكلات اجتماعيه واضطرابات نفسيه كتيره جدا، وان احنا نفسيتنا مستعده لتصديق اي شيء وكل شيء، بس المهم ان هو يكون سيء مش حلو.